السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض إزاي نعمل مودلينج للشكل اللي ظاهر قدام حضراتكم دلوقتي. أول خطوة هنعملها هنظبط الوحدات، هنضغط يو ان ونختار الوحدة المترية. اوكي هنبدأ نعمل الجريد. اوفست 5 متر، هنعمل واحد راسي. اوفست 10 متر، هنعمل ريفرنس بلان هيكون في منتصف المسافة اللي هي 5 متر، 2.5 و2.5. هنغير اسم الريفرنس بلان، هنسميه سنتر عشان نعرف نرجع له ونختاره. بعد كده هنعمل كومبوننت موديل امبليس جينيريك موديل. اوكي هنفتح الواجهة الجنوبية الشمالية، هنعمل اكسترود، هنختار الريفرنس بلان السنتر اللي احنا عملناه. اوكي هنبدأ نرسم الشكل. تمام هنرسم الضلع الثاني. تمام هنرسم كير. تمام نعدل. تمام مفيش مشكلة، ممكن نخليها زي ما هي 30 سنتي. هنعمل الأرضية بتاعت الاستراحة. هنعملها كبيرة شوية، أكبر من الكانتليفر. تمام هنعمل تريم، نبدأ نحرك الخط، نمسكه من النقطة. تمام هنبدأ نرسم الفتحات اللي موجودة في الشكل. تمام نبدأ نتحرك من النقطة دي، نبدأ نرسم الكيرب. تمام هنرسم خط رأسي من النقطة دي لتحت. هنبدأ نعمل تمام نعمل تمام شكل كده مقبول. هنمسح الخط ده، هنرجع هنعمل تريم، هنرسم الفتحة التانية. كنترول زد، هنرسم كير.
أول نقطة وآخر نقطة، ونحرك الكيرف زي ما احنا عايزين. تمام، هنرسم خط رأسي تمام، هنعمل تريم شكل كده، تمام، هنعمل شنفر، تمام. الأول هنظبط الاتنين ونص واتنين ونص، لأن احنا اخترنا ريفرنس بلان في السنتر، هيبقى الاكستروجن 5 متر زي ما واضح بالفيديو كده. تمام، الخطوة التانية إن احنا هنرجع نعمل فويد للاكستروجن، فويد اكستروجن، نختار ريفرنس بلان، اوكي، هنبدأ نرسم الشكل. الأول هنعمل اوفست 10 سنتي لأعلى، تمام، هنبدأ نرسم بالخط، هنلغي الأوفست، نبدأ نكمل الشكل اللي احنا عايزين نقطعه، نضغط على تشين، هنبدأ نرسم الخط الرأسي، الخط الأفقي، وهنرسم خط رأسي آخر الضلع التاني، وهنرجع نعمل تريم، تمام، هنخلي الأوفست أقل 20 سنتي، يبقى 32 32، بحيث اللي هو سمك الجدار 20 سنتي من كل اتجاه. أوكي، ده شكل المنظور بعد ما فرغناه. تمام، مظبوط، تمام، تمام. هنعمل بويد للباب، هنختار ريفرنس بلان، اختار انا بنفسي، تمام، ارسم فتحة الباب، تمام، اعملها متر في 2 متر 20، تمام، مظبوط، تمام، اوكي، تمام. ابدا اتحكم في الاكستروجن الخاص بالبويد، تمام، اوكي، عشان ما يقطعش جزء انا مش عايزه، انا عايز بس افتح الباب، افتح ال 3D، تمام، شكل كده مظبوط. تمام، افتح ليفل 1 او الوجه السوس، ابدا اعمل void extrusion، اختار center reference plane اللي انا رسمته قبل كده، ابدا احدد الجزء اللي انا عايز افرغه، تمام، تمام، أبدأ أرسم كيرف، أعزف الخط ده، أبدأ أرسم كيرف، أول نقطة وآخر نقطة، أعمل الكيرف، تمام،
أبدأ أرسم لاين، أعمل تريم، تمام مظبوط، أوكي تمام. تمام مظبوط كده، انا فتحت الجزء الخلفي. اضغط الواجهة فينيش، تمام اختار الماتيريال للشكل ده، باي كاتيجوري اكتب وايت، جيبسون وول بورد، تمام اوكي فينش رياليستيك، تمام اعمل رياليستيك. ده شكل الكتلة اللي انا رسمتها. ابدأ ان انا ارسم الهاندريل كومبوننت، اضغط برضو جينيريك موديل، اوكي اوكي اعمل اكستروجن، اختار البيك بلان، اختار الواجهة الامامية، ابدأ ارسم ريكتانجل، تمام هيكون ارتفاعه حوالي 10 سنتي، مظبوط. ابدأ انسخ الشكل واكرره الأعلى، أضغط على ملتبلاي، أترك مسافة 20 ما بينه وما بين اللي تحت، وأبدأ أختار الشكل ده وأعمل كوبي ملتبلاي، وأبدأ أكرر الشكل، أنسخ 4 وأكررهم يكون أسرع. تمام 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 اوكي، احذف اخر واحد، ديليت، الغي الخط ده، اعمل ابدا اقطع، اعمل تريم، تمام أبدأ أقطع الخط ده علشان أعمل له تريم منفصل، تمام 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 أوكي تريم، أبدأ أعمل تريم، أوكي 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 تمام 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 أكمل نفس الوضع بأمر تريم، تمام كده خلصت الشكل. أبدأ أعمله، أختار السكنس بتاعه، أخليه 10 سنتي، 5 فوق ماينس 15، أضغط الليفل 1، تمام مظبوط مظبوط ليفل 1، أوكي اوكي تمام. ابدأ ان انا اعدله، اخليه غاطس للداخل عن الحائط، تمام انا ممكن اعدله مانيوال باستخدام السحب، تمام كده مظبوط اوكي. افتح الواجهة،
أعمل اكستند للضلع ده. أوكي مظبوط. أفتح بروبرتيز أديله ماتيريال كاتيجوري، اختار ماتيريال خشب، اكتب وود. اوكي فينيش، اضغط ليفل 1، اعمل له ميرور واختار سنتر. اوكي كده نسخه للجهة التانية. تمام الشكل كده. مظبوط. ابدأ ارسم اكمل الضلع ده، اعمل اكستروجن واختار ريفرنس بلان، اعمل له بيك وابدأ ارسم. هيكون 10 في 10. تمام في مشكلة. تمام أبدأ. تمام أوكي مفيش مشكلة. هرسمه باللاين، أبدأ أعمل زوم. أختار الكلاس بان تاني. تمام نفس المشكلة، أبدأ أرسمه باللاين، أعمله 10 سنتي، سمك 10 سنتي. تمام أقفل المربع، أضغط أوكي، أبدأ أسحبه وألحمه مع الطرف الثاني. تمام أبدأ أعدل من هنا، أحركه شوية، أجيبه في البداية مظبوط، أعمل له جوين. تمام كده تمام. أبدأ أعدل الإكسيتروجين من هنا، أعمل له إكسيتند. تمام مظبوط. أبدأ أعمل له جوين. أوكي كده تمام مظبوط. تمام الخطوة اللي بعد كده أبدأ أعمل الأبواب والشبابيك. فينيش. أوكي تمام أبدأ أعمل المطبخ، أختار البيج بلان ريفرنس بلان، أبدأ أرسم ريكتانجل، ده البار. تمام اللي أعمل له أفويد في الإكستروجن، أضغط أوكي، أبدأ أعدل لحد ما أحصل على الشكل اللي أنا عايزه، الفراغ اللي أنا عايز أفرغه. أبدأ أبص في 3D. تمام أبدأ أحرك. تمام الشكل لسه عايز أزود الإكسيتروجن للداخل. لا هو كده فتح أنا عايز أسيب جزء سد في المطبخ. تمام ما ظبطش برضه، ارجع اعدله تاني، اسحب السهم ده واحركه. اوكي تمام كده تمام كده انا فصلت الجزء الخلفي عن الداخلي. فينيش موديل.
أبدأ أعمل الول، أعمل كرتن وول، أختار الكرتن وول، أبدأ أرسمه. تمام، أول نقطة، آخر نقطة، أضغط. تمام، أفتح الـ 3D، أعدل الارتفاع، أعمل Edit Profile، أعمل Align، مش ظابط، ممكن أعمل Move، برضه مش ظابط، أعدله، أحركه لتحت، ريموف، اوكي. تمام، افتح السي دي، عايز يظهر شوية، ينزل لتحت شوية، اختاره تاني، اديت بروفايل، واسحبه لتحت. تمام كده، اوكي. كده انا عملت الباب مظبوط مظبوط. افتح ليفل 1، تمام، اشوف التجربة مظبوط. تمام مظبوط كده، تمام. افتح 3D، تمام، ليفل 1، ابدأ ارسم الشبابيك برضو بالول، اختار كرتن وول، اختار مكان الشباك وارسم الكرتن وول، افتح الثري دي، اعمل له ايديت بروفايل، واحدد فراغ الشباك اللي انا عايز اعمله. تمام كده، الرؤية أوضح مظبوط. تمام، حدد ده وده 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 وده، أبدأ ألغي الخطوط اللي أنا مش عايزها، ديليت 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 ديليت، أعمل تريم مظبوط كده، الشكل أوكي. تمام كده، أنا عملت الإزاز. طيب هو دلوقتي سادة، أنا عايز أكمل أعمل فيه فواصل، أختار كيرتن جريد وأبدأ أرسم الجريد اللي أنا عايزها بالتفصيل اللي أنا عايزها، عايز أقسمه 2 3 زي ما أنا حابب. تمام، ده الرأسي، أوكي. أرسم الشكل التاني، واحد رأسي، أوكي. تمام، في النص مظبوط. أرجع أختار المليون، أول جريد لاين، وأختار الجريد وحولها لي لألمونيوم. تمام مظبوط، أحذف الرسالة. تمام، تمام، عايز أعمل ميرور، أضغط ليفل 1، اخترت الشكل، أختار ميرور، واختار السنتر، يعمل لي نسخة ميرور منه الجهة التانية. أعزف الرسالة، أفتح المنظور. تمام كده، الشكل واضح مظبوط. تمام كده، اكرر للشكل الشباك الناحية التانية. فالأوامر دي بتسهل عليا شغل كتير، بدل ما أعيده تاني أعمل منه ميرور طالما نسخة منه. دي الواجهة، أبدأ أعمل ويندو للضلع الخلفي، الواجهة الخلفية اللي على المايل،
أبدأ أرسم اكستروجن، أختار نفس الريفرنس بلان، أبدأ أرسم الشكل، أعمل أوفست 10 سنتي، أبدأ أرسم الكيرف، أول نقطة وآخر نقطة، تمام. تمام، ما فيش مشكلة. بس أبدأ أكمل باقي الشكل ده وده، أعمل منه أوفست 5 سنتي، سمك الإزاز، أحذف ده، أبدأ أعمل أوفست 5 سنتي، أعمل تريم. طبعا النوع ده من الخط ما بيعملش تريم، فأنا أحذفه وأعمل كير، أختار أول نقطة وآخر نقطة وأرسم الكير بتاعي، تمام. أحذف الخطين دول، تمام. أعمل أوفست 5 سنتي، أبدأ أعمل تريم، تمام، مظبوط، كمان من تحت، أوكي، أخلي 32 وماينس 32، أبلاي، الشكل في المنظور. أحط له ماتيريال إزاز، أكتب في البحث جلاس، أختار الإزاز، تمام، فينش موديل، تمام. ده الشكل النهائي للموديل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.